الخير كل مشاهدي قناة تنسات وحلقة جديدة من برنامجكم نبض مصر. مصر اللي دخل على أجواء احتفالية بأعياد الميلاد وقدوم سنة جديدة سنة 2014، وكمان احنا بنودع 2013 بحلوها ومرها بإخوانها وفلولها، وبنستقبل سنة جديدة بدستور جديد واستمرار لخريطة طريق ومستقبل. لكن الحقيقة ربنا يستر ويكمل فرحة البلد دي على خير، عشان الحقيقة كل الناس خايفة ومتوقعة ممارسات غير مقبولة من جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، ممارسات الحقيقة ممكن تحزن المصريين مش تفرحهم. ولكن النهاردة احنا معانا في حلقتنا ضيف عزيز علينا كلنا، يشرفنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي، عشان نحلل معاه آخر أيام 2013 ونقرأ مع سيادته بدايات 2014. أستاذ أسامة أهلا بيك. أهلاً كل سنة ومعاليك طيب. كل سنة وأنتم طيبين وسعادتك بالصحة والسلامة، يتم لكم بخير دايما الصيام، ويتم لكم بخير دايما الأيام المبروكة. وانت غبت علينا سيادتك الفترة اللي فاتت، ويعني أكتر من شهر يعني تخللها كتير من الشغل وكتير من السفر، ولكن أنا بعتز هذه الشاشة وبعتز بجمهورها، وببقى حريص جدا جدا على تلبية أي دعوة منها، لأنه بتصور أن الواجب الوطني والواجب الأخلاقي الاثنين سوا يدفعوني دائما لتلبية أي نداء لهذه الشاشة وغيرها من الشاشات التي تخاطب الشعب القبطي المحترم. وده شرف لينا يا أستاذ أسامة. أنا كمان قبطي مسلم أكيد. لكن حقيقة خلوني في البداية أقول إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نفت الأخبار اللي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول محاولة بعض الأشخاص اعتراض صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا طاودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أثناء زيارة قداسته لافتتاح دير السيدة العذراء بفرانكفورت. وقال القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة في تصريح لي النهاردة إن الكنيسة تؤكد على حرصها بأن يؤدي الإعلام دوره مع الالتزام بالدقة والمصداقية والحرفية الإعلامية، لأن مثل هذه الأخبار تؤدي إلى البلبلة في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الهدوء وعدم إثارة الفرقة. وأكد أن الجدول الزمني لزيارة البابوية إلى سويسرا والنمسا وألمانيا جرى كما كان محدد له ولم يعوقه أي شيء. وكانت مواقع إلكترونية قد ذكرت أن أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين قد تظاهروا خلال افتتاح البابا للدير ورددوا هتافات مسيئة له. كمان عايزين نقول إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قررت النهاردة الاثنين تأجيل الدعوة القضائية المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر، والتي طلب فيها بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنظمات الإرهابية استنادا إلى تورط الجماعة علنا في أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد إلى جلسة 21 يناير 2014. أعود إلى ضيفي أستاذ أسامة الدليل، تعقيب سيادتك على هذه الأخبار. يعني لما تكون جماعة الإخوان المسلمين جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية في روسيا، في روسيا أيوة الدوما البرلمان الروسي صنفها منظمة إرهابية من 2006، ها؟ بينما جذورها عندنا هنا لسه ما استجابتش. يعني فهمني بقى، هل انا الان مثلا ان انا اعتبرها منظمه ارهابيه فالسياح يطفشوا؟ طب ما انت ما هم طفشانين اساسا. يعني في دايما مثل يقول لك ايه، انا الغريق فما خوفي من البلل. فرقت في ايه يا استاذ؟ ما انت غرقان متعاقب من الاتحاد الاوروبي. ما انا متعاقب من الاتحاد الاوروبي. امريكا هتوقف مساعداتها؟ ما هي وقفت مساعداتها. مالك؟ ما تقول الحق يا أخي، ما تقول الحق. لا لهم علاقة بالإسلام ولا لهم علاقة بالدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لهم علاقة بالحضارة العربية الإسلامية ولا الدولة المصرية ولا الحضارة المصرية. والذي أهدفهم أصلا فكرتهم عند الخلافة وإقامة الخلافة الإسلامية، وهو فكرة ما تنفعش لا للقرن اللي جاي ولا الميت قرن قادم. هي فكرة كانت تنفع في القرن الستاشر،
كانت تنفع قوي، كانت ماشيه، كانت مؤهله. كان العالم لسه ما يعرفش الدوله الوطنيه الحديثه او النيشن ستيت او السوفرين ستيت، الدوله ذات السياده. ذات السياده خلاص انتهت هذه المفاهيم، والعالم تطور، وانت ترى ان المستقبل هو في العوده للقرن الستاشر. ومن عجب ان الصراع اللي احنا فيه هو صراع ناس عايزين يرجعوك لامبارح. طب هو مين نفس الحكايه، المجتمع يريد بكره وهم يريدون استحقاقات امبارح. طب مين اللي رافض يعترف بيهم يا استاذ اسامه كجماعه ارهابيه؟ الحكومه؟ بص بقى، انا يعني طهقت من كتر ما وصفت شكل الإدارة الحالية بأنها إدارة ميعة، وأنا متأسف في اللفظ، قلتها علنا في شاشة أخرى من تقريبا من أسبوع، قلت أنها إدارة مخنثة، وكنت أقصد معنى الذكورة في المسألة. ليه بقى؟ لأنه صحيح أن معنى الرجولة المنهود من الممكن أن يتشارك فيه الرجل والمرأة، ممكن احنا عندنا ستات نقول بميت راجل ونبقى بنتكلم فعلا على سلوك رجالي ملتزم حازم. وهناك فرق بين المنهود والميلهود اللي هو الذكورة والرجولة او الماشيزمو، مش كده؟ انا اقصد دي بقى، لا انا بقى جايب من الاخر، في حاجة كده في الاداء بتاع اي رجل في الدنيا يتعلق حتى بذكورته يا راجل. يعني عندما يوجد ذكر ينازعك ذكورتك وعايز يلبسك طرحة، وبالعافية عايز يلبسك طرحة، لأنه في الآخر هو يريد ترويعك. مسلم مسيحي زي بعض، المجتمع كله مطلوب ترويعه. أن تخاف إنك تقفل على نفسك باب بيتك، إنه يلبسك الطرحة، إنه نايمك من المغرب. ليه؟ لماذا تريد قهري وقمعي وترويعي؟ علشان إيه؟ إيه غاياتك؟ وأي غاية هذه التي تأتي من خلال الترويع؟ هو عمال يغلط غلطات استراتيجية كتير كتير كتير، والغلطات دي بتفقده اجتماعيا وسياسيا والاخره، وطول الوقت بيحقق أمنية عزيزة وغالية عند قطاع معين موجود في الغرب. هذا القطاع بيتبنى فكر ما يسمى بالصهيونية المسيحية، يرى أن الإسلام هو عدو هذه الحضارة كلها، بالذات الحضارة الغربية، ويرى أن الإسلام هو الإرهاب. مجسدا. دخلت في الأوراق. مش خلط ولا حاجة، ما أنت كمان عملت بتاع فرحان بأنك عملت صور فيديو وتبعته له لأمريكا وللعالم كله، ها؟ بتذبح واحد وبتقول تكبير. خلاص؟ رايح معلولة، شفت الصور اللي في معلولة؟ شفت الكنايس؟ وبتعمل العمل دي وبتقول تكبير والله أكبر. يعني فهمني، أنت بتقدم أنه إسلام؟ أنه نسخة من النسخ بتقدمها للغرب، وبتفهم هذا الغرب بقى ايه؟ بتفهمه ان هذا هو التحدي الذي يواجهك، وان ده القادم اليك، وانه ات اليك. ده مش بس ات، ده اخترقك. يعني لما بص النهارده لقرار طالع في بريطانيا بسحب الجنسيه البريطانيه عن كل واحد راح قاتل في سوريا، ما انت بتقاتل في اطار جماعات جهاديه تكفيريه. الله، ما انت بتعترف. وألمانيا عندها نفس المشكلة، ناس من عندها راحت قاتلت مع جماعات التكفيرية هناك، أي أنه أسلم وراح يجاهد، أي أن هذه المجتمعات مخترقة بهذا الفكر. أنت عايز إيه أكتر من كده كي لا يطمئن العالم المسيحي على المنطقة الأكثر قداسة في الديانة المسيحية؟ مهد الديانة المسيحية، عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اكتر من ان هذه المنطقة التي شافت ورأت وعاصرت السيد المسيح والرسل و باب توما ينضرب بالهون، الباب اللي انطلق منه الرسل لنشر الدين المسيحي في العالم كله، الدنيا كلها ينضرب بالهون وبتاع. انت عايز تقول انه جملة، عايز تقول العالم ايه بالظبط، وعايز تقول لهم الاسلام ايه بالنسبة لكم؟ لا، انت كده بتجرجر العالم كله الى حدوته حصل في القرن الاثناشر، صعب قوي انها تتكرر. بس لو حد فكر بعقليه القرن الاثناشر لديه الاسباب والاسانيد، لديه المنطق لكي يرى ان الاسلام هو الارهاب، وان هذا العالم لكي يعيش في سلام يبقى ينبغي نخلص من الاسلام، مش من المسلمين دول، لا من الاسلام ذاته، ذات نفسه. الناس دي بتقدم خدمة عظيمة جدا للشيطان على فكرة، الناس دي شغال عند إبليس يعني. ولكن
المصيبة على دماغي وعلى دماغك، هي جاية على كل المواطنين. ناس ما بتعترفش بالدولة، ناس ما بتعترفش بالقانون، ناس ما بتعترفش بأي حاجة خالص، وناس ما فيش في دماغها غير الدم والذبح وتكبير والله أكبر وحاجات كده، وما عندهمش أي حرج في ضرب المساجد. في سوريا ضربوا المساجد، في العراق تفجير المساجد، في ليبيا تفجير المساجد والكنائس. يعني حكاية الكنيسة بتاعت ليبيا دي مش حكاية يعني مستقلة عن، لا. وهنا في مصر احنا لسه امبارح اهو عندنا جامعين، مسجد هنا في شبرا الخيمه باين، وواحد تاني في الصعيد محطوط فيهم قنابل بدائيه. قول لي بقى انا اقرا ايه من هذه الاحداث؟ وانا كمواطن صحيح. كمواطن ثم كمواطن مسيحي، لان انا لازم الاول احط مواطنتي قدامي ثم احط انتماء الروحي، والاقي نفسي بتعاقب عجوز على انني مواطن مصري وعلى انني مسلم او على انني مسيحي. فهمني بقى في الحالة دي أنا طالع إلى 2014 عندي مصايب كده لازم نحطها قدام عينينا ونعترف بأنها مصائب. والمصيبة هي عادة اللي لازم يصيبك، ما فيش فكاك جت منها تسبيح يعني مصيبة. خلاص ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. أنت هنا أنت متصب ناخدهم واحدة واحدة بقى. عندنا شوية مصايب كده. طيب أنا حللت هذه المصايب اللي جاية على المستوى الاستراتيجي، وقلت إنه الدولة المصرية أصبحت أمام خيارين، إما إن الاستفتاء ده ينجح أو ما ينجحش. طيب يعني إيه ينجح؟ عشان السادة المشاهدين جوه وبره مصر يفهموا اللي أنا بقوله بوضوح. النجاح مش إن إحنا نقول له نعم ولا، كلمتك من راسك، أنت حر، أنت حر. لكن النجاح هو أن تذهب برجليك لحد باب اللجنة وتأيد حضورك. هو ده النجاح، هو ده بقى النجاح. لو حاضر أكتر من 32 مليون هو ده النجاح. ال 32 مليون قالوا إيه؟ دي قضية تانية، لازم نعزل القضيتين عن بعض. ليه بقى؟ ده أول صندوق بعد 30 يونيو، وقد دعي الناخبون للإدلاء بأصواتهم من قبل سلطة مؤقتة. مجرد مروحك هو تلبية لهذه الدعوة، اعتراف بشرعية هذه السلطة، خلاص. وبالصندوق كمان، ايه رأيك بقى؟ لازم تروح اكيد. ليه؟ لانك لازم تحط نقطة النهاية لحكم الاخوان، لازم تحط نقطة النهاية للفاشية الدينية في مصر، لازم تحط نقطة النهاية للإسلام السياسي في العالم كله، لأنه العالم كله اضطرب، لأن ظاهرة الإسلام السياسي اللي اشتغلت كفاعل دولي من دون دولة حصل فيه زلزال مرعب. ده يفسر لك الهستيريا بتاعت أردوغان، ده يفسر لك هستيريا قطر، ده يفسر لك هستيريا باكستان، هستيريا القاعدة. هو ده الموضوع. يوم 14 يناير أنت ستضع نقطة النهاية المطلقة في التاريخ. إيه اللي يمنعني إن أروح؟ ما هو ده بقى الحكاية. إيه اللي يمنعك بقى؟ دي شغلانة تانية. حد باقي في الجنزير على باب بيتك من تحت، حد يضرب لك رصاصتين في الشارع عشان ما تخرجش، ما عملوه قبل كده؟ مش منعوا قرى فيها مسيحيين من الخروج للاستفتاءات والانتخابات؟ عملوه. وعشان كده واجب وطني بقى على كل مسيحي في مصر يبقى معاه أرقام النجدة وأرقام الجيش وكل أرقام الطوارئ من دلوقتي. باب اتقفل بالجنزير اتصل بالجيش يجي يفتح. رايح يعني رايح، أصلا يا قاتل يا مقتول، يا قاتل يا مقتول، أصلا مالكش حال. هو يوم مصيري خلاص، ده مستقبلك ومستقبل عيالك واللي في ظهر عيالك. خلاص يا هنقع في ده ليوم الدين، يا إما هنتخلص من ده ليوم الدين. عشان كده قصة الدستور ليست قصة هذا النص اللي بيعملوا عليه مشاكل ويصير طبعا كلام تافه، إنما القضية في العمق السياسي والدستوري والقانوني. حلو هنا المروح حق ذات نفسه. لو تاخد بالك بقى خطتهم ايه؟ المقاطعة، ما تروحش. مش ان هم يروحوا يقولوا لا، ما تروحش اصلا. خطتهم في ما تروحش اصلا، لان مروحك من اساسه اطفاء للشرعية. يعني ده متوقع ان هو على طول يبقى بالتالي هو هدفه الاستراتيجي ايه دلوقتي؟ يقطع رجلك ما بينك وما بين اللجنة. ملهاش حل. قنبلتين في الشارع يخلصوا القصة. مش بس قنبلتين، ما هو كمان ممكن يعني يجملك قبل الاستفتاء. انت مش عندك عياد ولا ايه؟ مش عندنا عياد. عندنا مش عندنا كان في حادثة قديسين، وكان عندنا كم كنيسة اتحرقت، وعندنا ايه المشكلة يا سيدي؟ يضيف سطر
في السجل الاسود بتاعه، هي دي شغلانه. طب استهداف الجماعه الوطنيه المسيحيه وارد جدا. طيب هو اللي انا اعرفه ان سيادتك ليك شرح مفصل لفيديو كنيسة القديسين. ده صحيح، وسوف نقوم بشرحه وإضافة معلومات جديدة إليه، ولكن خليني الأول في الفكرة الأولى بتاعت الاستفتاء قطعوا رجلينا ومعرفناش منعي إن نروح. بالضبط، والمسلمين كذلك، وأنت لوحدك ولا إيه؟ ما هو منعوا سيادتك برضه. ما أنا وأنت هي جات عليك، إنما أنت على الأقل يعني حطينك تحت عينيهم شوي. طيب فشل هذا الاستفتاء، فضلنا في حالة تنازع على الشرعية وإن شرعيتنا باقية، وتعالوا يا أوروبا، تعالوا يا اتحاد أوروبي، رافعين قضايا من لندن، لا إحنا عاملين حكومة مؤقتة لاستلام الحكم بعد انهيار الانقلاب، شغلانة بقى. وكلاب السكك منتظر اللحظة دي، باللفظ كلاب السكك اللي هم يعني كلاب المخابرات من 15 جهاز اللي هم بالعربي كلاب فلوس النفط من دول نفطية متعددة، اللي هم باللفظ كلاب ما يسمى بالجماعات التكفيرية التي تريد نهش لحمي قبل لحمك. خلينا بس نبقى واضحين ونقول أيوة للناس أيوة الصور الدقيقة. صحيح، لأن هو طيب إحنا بنعمة من ربنا وفضل ساعدنا ربنا ونجحنا هذا الاستفتاء. دول طبعا أصبح في خبر كان هيفرفر، لأنه ما يقدرش ما يفرفرش، لازم يفرفر، فهيعادي هذه الدولة الجديدة ذات الشرعية الجديدة اللي العالم خلاص هيبيعوا فيها، ما عادش قدامه غير الإرهاب كما ينبغي، كما على أبوه بقى حل أن يستنزفك في حرب إرهاب. هذا هيستدعي إيه؟ يستدعي أن القدرة العسكرية بتاعتك تروح تجيبه من مطرح ما هو قاعد. أصلا احنا مش هنستناه، أنا مش هستنى ما يرمي لي القنبلة جوه الشقة وعضت فيها، لا ده انا هروح اجيبه من على بعد 40 متر عشان افجر القنبله بتاعته دي بعيد عن البيت، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي هيبقى هناك تحديات للعسكريه المصريه في غزه وفي ليبيا وفي اليمن وفي الصومال وفي اثيوبيا. ناهيك عن اني لازم ابقى جزء من القضاء عليهم في سوريا وفي تركيا، وكل اللي بكلمك عليه ده مجهود مخابراتي ومجهود عسكري. يعني اقدر اعتبر ان قنبلتين امبارح بنسويف وشبرا بدايه، ده مش هزار، لا ده مش بدايه كمان، ده جزء من مسلسل انا شرحت، يعني كل يوم هتلاقي مليمتر جديد، كل يوم هتلاقي حاجه جديده، لان هناك عقل مخابراتي عمال بيجس نبض المجتمع. المجتمع ده ضخم، 85 مليون، ترويعه 85 مليون ما بيتمش بالبومب، لا إنما بحاجات مدروسة كده، لازم تبقى صغيرة ورخيصة لكن تحدث ترويع بالملايين، فهي واحدة واحدة الأول، وبعدين نحطها في جامعة، وبعدين نحطها في مدرسة، وبعدين نحطها في موقف أتوبيس، وبعدين أستخدم العبوة اللي أنا استخدمتها في كنيسة القديسين، ودي حكاية تانية لما حنوصل إلى كنيسة القديسين في اللقاء بتاعنا. طب أنا واقف عند إيه النهاردة الصبح؟ أنا النهاردة واقف عند إيه؟ صحيت الصبح لقيت صحيفة الأخبار اللبنانية بتنشر نقلاً عن تقرير ما أعرفش حصلوا عليه إزاي، مسرب عن المخابرات العامة المصرية، وده وارد إن أنا أفهم ينشر في بيروت ليه وإزاي، أنا فاهم المعادلة في لبنان بس أنا مش قادر أستوعبها. لا استوعبها، دي بيروت دي كان في زمان حاجة اسمها مقهى سان جورج قبل الحرب الأهلية اللبنانية اللي استمرت 15 سنة، على فكرة مقهى سان جورج ده لسه موجود لحد النهاردة بالراحة عشان الناس تفهم. مقهى سان جورج ده كان المكان اللي بيجتمع فيه جواسيس الدنيا كلها، وأنا حتى عندما ذهبت إلى بيروت يعني لطش وشي وجوه كتيرة وأنا راجع مع ناس مش مفهومة وغريبة، يعني أروح بيروت ألاقي علامة رابعة على الأوتيل في بيروت، يعني إيه يعني في بيروت نفسها، ده بيروت وفي حي الفردان اللي هو يعني في الوسط مش بعيد عن مسرح اليونسكو بتاع، حته جميله جدا. ايه علامه رابعه؟ علامه رابعه الاوتيل ملزوقه، ادخل جوه بقى الاقي الدكتور علي الدين هلال امين التنظيم بالحزب الوطني، والاقي سعد الدين ابراهيم، لقيت حاجات غريبه كده، ولقيت ايمن نور في الجبل، ولقيت حاجات، ورجعت لقيت معايا جورج اسحاق، مش دي بقى الموضوع، خلينا في بس ده تفسيره ايه؟ الصبح الاقي صحيفه الاخبار اللبنانيه نقله عن تقرير مسرب للمخابرات العامة المصرية ان يوم الجمعة اللي فات ده، اللي فات ده اللي هو اول يعني ايوه اول امبارح اللي فات ده اردوغان اللي يوم الجمعة اللي فات كانت فضحته بجلاجل وبيتقبض
على أولاد وزرائه بتهمة الرشوة والفساد، وهو عمال يفصل في قادة البوليس عشان يغطرس وعنده مصيبة سودة. أردوغان ساب الدنيا دي كلها يوم الجمعة وقعد في فندق في إسطنبول مجتمعا مع حسن مالك بتاع الإخوان وإبراهيم منير مدير التنظيم الدولي أمين عام التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في فندق في إسطنبول. آه مش كده؟ بيتفهموا بقى على إيه؟ على خطة تمنها مليون دولار، في فلوس في الموضوع. الخطة دي خطة تهريب 600 عنصر من مصر إلى تركيا عبر منفذين، ناس هتهرب من غزة وناس هتهرب من ليبيا. الناس دي هيبقى معاها بطاقات مزورة اللي طلع من ليبيا ومعها عقود عمل مزورة أو حقيقية مضروبة من ليبيا، هيدخلوا ليبيا بشكل طبيعي ثم بعد كده هيروحوا إلى تركيا، وناس تانية هتروح من غزة إلى تركيا. واسألني إزاي بقى؟ إيه علاقة غزة بتركيا طيب؟ صحيح، من غزة إلى إسرائيل إلى تركيا واضحة هي، وده هيفسر لك علاقات تركيا مع إسرائيل الجميلة الطعمة اليومين اللي فاتوا دول كانت بتاعت إيه. لكن خليني معاك في العمق، 600 واحد لازم يهربوا، هم مين؟ قيادات موجودة في السجن قابل، ناس حرة طليقة ما فيهاش أي مشاكل، وناس لحد الدرجة التانية في تنظيم الإخوان في مصر. ليه يا حبيبي؟ لأن واضح إن هم هيقوموا بأعمال مرعبة ومش هيعرفوا يستخبوا، ولابد من تهريبهم فورا. 600 واحد تفتكر يعني العمليات اللي هيعملوها وتهريبهم وخطة عاجلة ومليون دولار؟ أصل 600 واحد مش هيكلف نقلهم مليون دولار؟ إيه تنقلهم كل واحد بطيارة خاصة؟ مش الدرجات دي يعني، ما احنا عارفين أسعار النقل الجوي وعارفين المسائل. صحيح، إنما واضح إن في خطة تأمين عالية، يعني هيعملوا مصايب، والمصايب دي بعد كده هيبقى معاه بطاقة تانية، هيبقى لابس مش عارف مين، معاه عقد إيه طالع بمنفذ عادي خالص. أما بقى بتاع غزة فهيخش من أنفاق بعينها، هم عارفينها وما اتقفلتش لحد دلوقتي، إلى غزة ومن غزة إلى الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الإسرائيلي إلى تركيا. تركيا يا ترى بيخططوا إيه بقى 600 دول؟ وليه 600 شخص بالتحديد؟ والـ600 دول هيغطوا إيه ولا إيه؟ وهيعملوا إيه بالظبط؟ وكم محافظة؟ وكم رقعة جغرافية؟ وـ600 واحد كل واحد عملية لوحده ولا هما مجموعات؟ يعني ممكن نبقى قدام 20 عملية، 30 عملية، ولا 600 عملية؟ يعني 600 ممكن يكونوا 600 قائد، ممكن يكونوا 600 عنصر. اللي مريحني شوية في التقرير ده أنه مسرب عن المخابرات العامة المصرية، أي أن المخابرات العامة المصرية كان لها كرسي في الاجتماع ده، وأن 600 أساميهم موجودة. ما هو ده المعنى، وأن النشر في لبنان معناته أن أمة محمد بقى تقرأ، حزب الله يقرأ وتركيا تقرأ والسعودية تقرأ وكله يقرأ، حتى تنظيم القاعدة يقرأ، بس النشر في الصحافة المصرية ممكن ما يعني ما يدهمش الفرصة دي. بالظبط. ويعطيني أنا كمان معلومة تانية، أن المجهود الحقيقي اللي مفروض بازله بيشتغل، لأنه في حرب الإرهاب مجهودة كان رئيسي مخابراتي مش عسكري. الحكاية مش في إنك تلم واد وبتاع، الحكاية في المعلومات، استخباراتي في المقام الأول، المعلومات وتحليل المعلومات بشكل دقيق هتوصل لإيه، وهو ده الحكاية، هو ده الموضوع. طيب أنا قدام تحديات بهذا الشكل، قلت إذا نجحنا خلاص رغم كل اللي هم هيعملوه نجحنا، طيب فشلنا دي مصيبة. الله ينور عليك، تخيل الناس دي بقى هتعمل ايه فينا بقى، ما احنا هنبقى بقى لمؤاخذة فرخة محمرة قدام عينيهم كده وهم قاعدين بيأزأزوها بالراحة. انا مش هقول لك مؤسسة الكنيسة، ولا هقول لك مؤسسة الازهر هيتعمل فيها ايه، ولا هقول لك مؤسسة الاعلام هيتعمل فيها ايه، ولا هقول لك مؤسسة المعارضة المدنية هيتعمل فيها ايه، ولا هقول لك اي حاجة، هي القوات المسلحة المصرية هيتعمل فيها ايه. قال فيه اللعبة بقى، هفك الجيش ده لان الجيش ده عمل انقلاب قبل كده، يبقى فكه ارخص. بعد كده شرطة ايه بقى، نهرب بقى، مش حاجة اسمها شرطة، نخش بقى على الحرس الثوري المصري. ثم ما يقال عن وجود او يشاع عن وجود الجيش المصري الحر انطلاقا من درنة في منطقة بني غازي هنا بيتدرب في ليبيا، لكن المشكلة السوداء مين اللي بيدرب مين؟ المخابرات البريطانية متورطة في الموضوع، MI6 متورطة في الموضوع بوضوح، معالي السفير يقدر يقضيني إذا كانت المعلومة خاطئة، وبقول لك درنا
يعني مدينة جوه بنغازي. وأعرف أقول لك كمان مين، وأعرف أقول لك أسماء، ونعرف نكشف أسماء زي الأسماء اللي موجودة في أضنة في تركيا. إيه المشكلة يعني؟ ما اللعب على المكشوف، وفي حد مخبي دقنه؟ لكن القضية الأخطر إن الجماعة البريطانيين لديهم شوكة في الحلق وفي الضمير الإنساني، لأنهم يعلمون من الذي قتل المسيحيين المصريين اللي كانوا بيصلوا في كنيسة القديسين يوم ما اتضربت عليهم التفجير. تعلم بريطانيا، الدولة البريطانية تعلم، MI6 تعلم، MI5 تعلم من الذي ارتكب هذه الجريمة. ومنهم من قتل للقاء حبيب العدلي وكان لسه في السلطة. تسمح لنا نشوف الفيديو ونسمع تعليق سيادتك، نشوف الفيديو مع بعض ونرجع للأستاذ أسامة نسمع ونشوف تعليق. يعني دي سيادتك اللحظات اللي قبل الانفجار بالظبط. هيحصل انفجار 12 و10 بالظبط، 12 و10 ايوه دي لحظه الانفجار، هي دي الهواء، موجه الهواء دي. ها الموجه دي طبعا احدثت حاله من حالات الذعر، فحصل نوع من انواع الطمأنه للناس انه يعني ده شويه هواء تفريغ هواء. وفي الحقيقة إنه كانت حصل في هذه اللحظة تفجير ما كانش وصل لحد الأرض، فجاب الستاير وجاب إزاز عمارات كتير مجاورة لهذه الكنيسة في المحيط بتاعها. التفجير الثاني الذي تلده بعشر دقائق كاملة، كانت الناس خارجة من باب الكنيسة بقى. تفجير رقم 2، الاثنين دي بقى كانت العبوها انفجرت على الأرض، وده اللي عمل الضحايا بشكل مرعب، أكثر من 27 قتيل. ها ده بقى حصل، ده رد فعل الشبان بعد ما عرفوا إنه الكنيسة حصل فيها انفجار، جم جاري وجابوا مولوتوف وكانوا غضبانين وكانت حكاية سودة، ونزلوا بقى دشدشة في العربيات وحرق وبتاع في ناحية الجامع، يعني الجامع على السور بتاعه كان فيه هباب الحريق. لكن بصوا بقى أرجوكوا، يعني أنا عايز حد يثبت لي منظر سور الكنيسة بالنهار بالليل زي ما أنتوا عايزين. سور الكنيسة مدهون بلون ابيض طبعا، صورة كده شويه هتلاقوا مفيش هباب خالص، مفيش حريق، والشجر اخضر، الشجر اخضر، مفيش شجره محروقه. ثم انه في لطش دم لفوق على الحيطه بتاعت الكنيسه من بره. وانا لما رحت تاني يوم، يعني هو الحادثه كنا يوم سبت تاني، بصوا كده معايا هتكتشفوا انه كنيسه نظيفه، مفيش لا هباب ولا حريق خالص، لكن في دم وفي كل حته ازاز، وعربيه لونها اخضر، اصل الحرق كان لازم يوصل للبويه. طب الحرق يا راجل يحرق الكاوتش؟ مفيش كاوتش محروق. القنبله كانت قنبله تفريغ هواء، تفريغ هواء، ايوه قنبله فراغيه، والقنابل الفراغيه دي قنابل تكتيكيه، لانه حجم المصيبه حصل في مربع عامل 5 متر في 3 متر، 15 متر مربع بس قدام الكنيسه. وهناخد بالنا دي ارض طبعا من الهواء اتفرتكت، نمسك بقى الاسفلت، طبعا عدى عليها قطر، حد كرمشها ده هواء. الارض تحت اي موجه انفجاريه لازم تعمل لك حفره لتحت، الحفره كانت 20 سنتي بس، ما كانش حفره عميقه، حفره كانت 20 سنتي. وبرده كل الصور اللي قدامكم بصوا كويس على لون العربيه، بصوا كويس على سور، لا ده السور ده سور الجامع، يعني احنا ده اللي في ظهرنا الجامع، احنا بنصور من وش الكنيسه، ناحيه الكنيسه. ما خلي بالك بقى الكنيسه في وش الجامع لازم من مطرح ما بتبتدي الكنيسه كده لحد ما بتنتهي الواجهه بتاعتها، الجامع برضو مبتدي من عندها لحد اخرها. كان في تحدي معماري مرعب،
ولا يزال التحدي المعماري موجود حتى هذه اللحظة. حتى ارتفاع الكنيسة تلاقي ارتفاع الجامع، بيبان الكنيسة تلاقي بيبان الجامع في وش بعض. نبص كويس إلى الشجرتين اللي قدام الباب الرئيسي للكنيسة، ورقها كله طاير لكن الشجرة زي الفل مش محروقة، وكانت هناك مزق. أيوة ده المكان، ده الباب الرئيسي الكنيسة، ده الباب الرئيسي. لما أنا رحت بنفسي علشان أحقق في الحادثة دي في اليوم التالي مباشرة، أنا راجل بتاع شؤون دولية مش بتاع تحقيقات صحفية، لكن حصلت حاجتين غاية في الغرابة في الحادثة دي. الحالة الأولى إن حسني مبارك يقوم من نوم الساعة 3 الصبح يلقي بيان. إيه لا. يعني إيه الخطورة يعني؟ ما ياما كنايس تعمل فيها بلا، وده الكنيسة دي بالذات حصل شافت هم مالوش أول من آخر. واحد قبل كده بسكينة عمل مصايب جوه وقال حلوم مختل وعبيط وبتاع مجنون. الباب الرئيسي خلي بالك الشجر، ها بص على الشجرة ورقها متطاير، لكن أخضر موجود ما فيش مشكلة، ما فيش حريق. صور الكنيسة لكن في دم فوق، فوق في دم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين كمان وهذا هو الأهم، هو الكلام عن حجم الضحايا. 27 متمسحين ومصابين قد كده، وإيه اللي استخدم يعني إيه شكل الحكاية. فعندما وصلت إلى الكنيسة ما لقيتش اليافطة، الباب ده كان عليه يافطة عليها صورة السيد المسيح. دخلت الكنيسة فوجدت اليافطة دي، الخشب متخلخل من بعضه، الأبلكاش فاكك من بعضه، وصورة السيد المسيح عليها دم. فكان الشبان بإيمانهم حاسين أن السيد المسيح ينزف دما، وكانت القلوب بتبكي من جوه لأن في حاجة شافوا فيها معنى. معنى إنه الصورة اللي عليها السيد المسيح ملطشة بالدم. خلي بالك الصورة دي كان ارتفاعها قد إيه، الدم وصل لها ثم وقعت هذه اليافطة ودخلت جوه اللوحة. أنا شفتها جوه الكنيسة. ده من ضغط الهواء يا أستاذي؟ كل ده كان شغل ضغط الهواء، لأنه لقيت جوه دم كتير جوه الكنيسة الصبح، لقيت إزاز كتير، لكني لم أجد أثرا لأي حريق خالص. من أساسه الحريق كان الناحية التانية، لأن الشبان الغاضبين جابوا مولوتوف وظبطوا الجامع ماشي، وظبطوا العربيات اللي على وش الجامع. أساسا القنبلة الهواء دي عند الكنيسة وعلى باب الكنيسة في خروج الناس الساعة 12 و20 دقيقة بالظبط بدقة، عشان نبقى واضحين يعني. إن أنا لما رحت حققت، أنا سمعت كلام كتير، أنا كراجل بعلم حتى الناس التحليل الاستقصائي، عارف إزاي أستنطق الشاهد. سيادتك القنبلة الهواء دي جابوها منين؟ لا ما ده القصة التانية، دي القصة التانية. أوكي. إنما خلينا في القصة الأولى بقى. ترتشت الدم أهي بالظبط بالظبط الدم، شوف ارتفاع الدم قد إيه عالي. الناس دي ايه اللي يشيلها من على الارض ويحدفها الحدفة السودة دي وينزلوا، لان ده دم ناس، الناس دي وقعت بعد كده متفرتكة تحت. ثم اكتشفنا بعد ذلك على سطح الجامع وعلى سطح الكنيسة مزق بشرية. بعد ذلك اشلاء مزق. بص تاني، القتل ده حصل بطريقة اجرامية، لانه خلي بالك قنابل تفريغ الهواء ده زي اسلحة الدمار الشامل، محرمة دوليا وبتستخدمها الجيوش في حالة واحدة. أنا عايز دشمة حصينة وعايزها هذه الكنيسة بصر. والجامع قدام بعض. شفت التحدي المعماري يا راجل، يا راجل برج الكنيسة المبنى، بص كويس على البنى على اليمين، بنى بالطوب الأحمر بس عشان يوصل للمبنى الخدمي، لأنه فيه هنا مستشفى وبتاع. ما أنا دخلت الكنيسة، أنا اسمي أسامة الدليل، ومن الدليل كثير جدا مسيحيين، وفي الأسكندرية دليل كتير مسيحيين، وفي الصعيد في أسيوط وفي المنيا. فعندما دخلت الكنيسة قدمت الكارت بتاعي وانا واقف على الباب، فالناس دخلتني. فلما دخلت جوه عيني جابت كل هذه المشاهدات، وبعد ما خلصت مشاهداتي بالكامل خرجت قست الشارع عرضه قد ايه، بصيت كويس على حالة التحدي المعماري، اولنا فين اخرنا فين، لفيت حوالين المبنيين، لميت المعلومات اللي انا عايزها من الارض. الأرض فيها إيه اللي هو الموجودات مش البني أدمين، سيبك من شهادات البني أدمين. ثم بعد ذلك انتقلت إلى مكتب الأهرام في اسكندرية، وقعدت مع السادة الزملاء المصورين الصحفيين في مكتب الأهرام في اسكندرية، وكانوا اتبهدلوا لأنه الكنيسة بعد كده لما هم راحوا يصوروا اتبهدلوا جامد أوي. طب. لكن أدوا واجبهم المهني وصوروا كل شيء في وقته بالليل، ثم صوروا تاني يوم الصبح، وأنا كنت موجود تاني يوم الصبح لأن أنا رحت بالليل الفجر. وجود سيادة. كان يوم سبت. يعني الحادثة هو صبح علينا سبت. فإحنا عرفنا المعلومات. أنا يوم السبت آخر النهار كنت في اسكندرية. استنيت للفجر علشان أروح للمكان، لأنه مفروض هيحصل قداس النهاردة الحد.
ومفروض ان في صلاه جمعه صحيح. صلاه فجر انا متاسف. فبالمره قعد بقى فضلت قاعد على القهاوي في سيدي بشر وفي حتت كتير وبتاع لحد ما جوقت الفجر ورحت عايز اسمع صوت الاذان من الجامع ده ما سمعتش قداس ما حصلش. القداس اتاخر في يوم الاحد تقريبا اتاخر لحد 7-8 اترحل شويه اترحل وترحل على وقع ناس جايه اعصابها منهاره قوي وكان فيه نداء لكل الشبان المسيحيين بالتبرع بالدم لانه الضحايا كانوا موجودين في مستشفى المواساه وبعضهم كان موجود في مستشفى الشرطه وحاجات كده وشبان جايين من الصعيد ومن القاهره ومن كل حته جايين يتبرعوا بالدم وشبان جايين غضبانين طبعا. ده غير الشبان الغضبانين بتوع بالليل اللي عملوا بقى اللي ما يعمل خلاص ده رد فعل وكان فيها مولوتوف وكان فيها كل حاجه بهدلوا الدنيا. لكن في وسط ده كله وكل المناظر اللي انت شايفها دي محدش سأل نفسه سؤال هو انا لما اروح انفجار مفروض اشوف ايه وما اشوفش ايه؟ صحيح بسيطه هي يا استاذ هي محتاجه ذكاء محتاجين تفسير بالظبط مفروض اشوف ايه وانا رايح اتفرج على التفجير اشوف ايه؟ اشوف حرق ازاي تبقى شجره خضراء قدام عيني وانا طبعا تناقض في حاله نفسيه مش مظبوطه عندي جثث عندي دم عندي بتاع فمش شايف ثم عندما ارى الدم على حيطان الكنيسه عالي قوي كده وعالي قوي واجد ان المساله طالت اليافطه اللي موجوده بارتفاع عالي ها والدم طال وجه السيد المسيح المرسوم فقلبي يعني يجيب بقى ذكريات صعبه فطبعا عينيا لازم تتوه عن الحاجات دي لان هبقى عاطفيا مش هتقدر تجمع مش هتعرف لكن اللي عرفوا يجمعوا بقى فورا كان جهاز المخابرات العامه المصريه وابلغ حسني مبارك في ثانيه في ثانيه قالوا له ايه بقى يا اسامه بيه هم قالوا له اللي انا اكتشفته اللي هو وهو انفذ بالليل وطلع قال بيان والبيان ده قال فيه عبارتين مهمين للغايه الامن القومي مسؤوليتي وسوف اقطع راس الافعى دي كانها شفره هقطع راس الافعى كانها شفره وانتهت المساله لحد كده وانتهينا بقى وبعدين دخلنا بقى سيد بلال لا ما اعرفش مين لامن الدوله بيعمل ايه لا الحق ده في مسامير مسامير مين انتوا بتستهبلوا انا لما بصيت التقرير الطبيه بتاعت حرس الشرطه ضابط الشرطه والكمين اللي كان موجود ما كان في كمين الولد عنده طبله الودن طايره وعندهم تهتك في الاورده مفيش حرق مفيش حد محروق ده معنى ايه يا اسامه بيه ما قلنا اهو هوا انت بتعمل حكايه تفريغ الهوا فبيعمل لك المصيبه دي مره ثانيه بتستخدم الجيوش هذه القنبله التكتيكيه في انها تضرب على دشمه او موقع حصين عايزاه سليم لكن مش عايزه فيه كائن حي يعني حتى هيتاخد بالبنادق اللي فيه بالذخيره اللي فيه لكن كائن حي لا هيتفرتك اي كائن حي ان المبنى يفضل زي ما هو المبنى زي ما هو لو في شجره ورقها هيطير بس وده اللي حصل فعلا ده الموضوع انت هتاخد المبنى سليم زي الفل او انك هينهار المبنى على اللي فيه بس في الحدود بتاعته وده شفناه في بيروت في اثناء ما كانت اسرائيل بتضرب بيروت وده اللي خرج ياسر عرفات من بيروت لانه كانت بيروت كلها ده معناه ان السلاح ده اسرائيلي لا اصل اسرائيل ما بتنتجوش اسرائيل بتستورده منين من الاتحاد الاوروبي ومن مصانع اوروبيه يبقى ده معناه ايه معناه تورط غربي واضح بس هو كان في ايد مين بقى في ايد من له صله باسرائيل في ايد الناس لهم علاقه بحماس ولهم علاقه بتنظيم الجهاد ما يسمى بجيش التحرير الاسلامي الفلسطيني والقصه انا جبتها لك لكن اقراها على مهل لانه شهود والمتورطين والكلمه الاولى والاخيره زي ما قلت في جهاز الاستخبارات البريطانيه الخارجيه والداخليه لانهم يحتضنوهم في لندن بيحتضنوهم زي ما بيحتضنوا مؤسسه ال البيت وغيرهم هم يحتضنونا في بريطانيا عشان كده هذا الجيش جيش التحرير الاسلامي الفلسطيني عشان كده بريطانيا بتدين الحكم على احمد دوما واحمد ماهر لا ده احمد دوما واحمد ماهر ده قصه ثانيه من الصراع انا اتحدث هنا عن الاسلام الجهادي اللي هم بيحتضنوه اما الادوات الثانيه دي شغلانه ثانيه دي قصه ثانيه دي قصه ثانيه خالص وهم بيشتغلوا على اكتر من حبل دول مش ناس مفلسين وما تنساش اوعى تنسى كل الاحترام للجماعه دول لان دول قدام قوي قوي من ايام وزاره المستعمرات البريطانيه ده جهاز مخابرات عريق يعني مش ابن امبارح طيب اربط ازاي يا اسامه بيه اللي حصل في جامع في شبرا امبارح وبني سويف
باستحضارنا دلوقتي لان ده اللي جاي للمشهد لان ده بتاع جاي. احداث القدسيه انا حتري بان انا اضرب واحده على وشها واجربك واحده قد امي وامك بعد شويه هدبح واحد في الشارع الواد بتاع المنصوره يا عيني ها بعد كده هسيب قنبله في 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 حديقه قدام مدرسه ها بعمل بقيسك بعد كده قنبلتين في جامع بعد كده ال 600 دول هينيلوا ايه؟ احتمال يستخدموا قنبله فراغيه زي دي ما هو ده بقى استحضر كنيسه القديسين كبيرك ايه يا حبيبي؟ كبيرك تعمل عمله سودة زي دي لان العمله السودة دي اتعملت بهذه الايادي بهذه الايادي وتتعمل في اي حته لا ما اتعملتش بالخسه دي في العالم باسره بس دلوقتي ممكن تتعمل لكنها اتعملت في كنيسه القديسين يعني كل الارهاب اللي في العالم يا راجل ده كان فيه منظمه يابانيه استخدمت غسام في محطه مترو منظمه ارهابيه وياما منظمات ارهابيه في العالم استخدمت تكتيكات في الارهاب وياما تفجير القطر بتاع لندن ولا في اسبانيا كمان ومش عارف استخدموا حاجات كتير وتفجير بوسطن انما بخسه وندالت القنبله الفراغيه ما حصلش ابدا الا في كنيسه القديسين طيب اسمح لي سيادتك اقف عند القنبله الفراغيه واخد فاصل لان الموضوع كبير ولازم اكمل مع سيادتك استاذنك اعزائي المشاهدين فاصل قصير نتواصل بعد الفاصل